معرض جيمرز كون جدة يرجع لكم من جديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. تعالوا هناك وجربوا أفضل الألعاب. كل المعلومات راح تلقونها تحت في الديسكريبشن. هلا فيكم فيديو الألعاب المجانية للبلايستيشن بلس والإكس بوكس جولد. راح نبدأ في البلايستيشن بلس. أول لعبة معانا هي لعبة ديستني 2، راح تكون مجانية، اللعبة الأساسية فقط من غير الإضافات. وديستني 2 عبارة لعبة تصويب مع عناصر ار بي جي، وتلعبها أونلاين مع أخوياك. راح تدخلون دناجن تدورون فيها عن خلينا نقول كنوز او طبعا اسلحه نادره، وايضا فيها طور قصه موجود، وغير كذا فيها اكثر من اضافه. حتى تقدرون تشترون تاخذون الاساسيه هذه مجانا، والاضافه تشترونها على اساس تكمل معكم التجربه. ثاني لعبه معنا مجانيه على بلس هي لعبه توث اند تيل، وهي عباره عن لعبه استراتيجي وفيها نظام السنجل بلاير، يعني راح تلعب لحالك طور القصه، وايضا فيها الاونلاين عشان تلعب ضد ناس ثانيين. فكرتها انك يكون عندك حيوانات، فيران، خنازير والاشياء هذولي، وكل واحد منهم عنده قدرات خاصه او اسلحه خاصه، وتقدر انك تحاول تبني لك منصه، هو نقول قاعده، وبعدين تهجم على قاعده العدو. يعني قريب من فكره العاب كوماند اند كونكر. وثالث من اللعبه مجانيه معانا على بلاي ستيشن بلس هي لعبه نولج از باور، او العلم نور. طبعا في باللغه العربيه، راح تكون فيها كتابه نصيه وايضا بالصوت دبلجه بالعربي بالمصري. اللعبة عبارة عن لعبة مسابقات فيها أسئلة متنوعة، من رياضة إلى طب، إلى يعني ثقافة، أفلام، كل شيء منوع فيها. واللعبة يقدرون يلعبون فيها من 2 إلى 6 لاعبين، وكل لعبة راح يكون استخدامها عن طريق الجوال حقك، بحيث تنزل تطبيق حق اللعبة نفسها، بعدين تشغل اللعبة وتحط الكود اللي يطلع لك على الشاشة على جوالك، بحيث أنك تشبكون كلكم على اللعبة وتختارون اختيارات عن طريق الجوال. وطبعا راح يكون فيها تحدي كثير واسئله منوعه، وايضا تقدر انك تهاجم على الناس اللي معاك يلعبون. اما بالنسبه للاكس بوكس جولد، فهذا الشهر عندنا لعبه جديده واحده فقط، اللي هي لعبه بريزن ارتكت. وهي عباره عن انت شخص تدير سجن كامل، يعني تدير كل شيء من معدات وكيف تتعامل السجناء وكيف تحط الموظفين عندك، بحيث تخلي السجن عندك افضل سجن في العالم. وايضا انتبه لان راح يحاولون السجناء يهربون، فعلى كذا لازم تزود الحراسه، لكن لا تزودها بزياده وتخلي الحراس خلينا نقول عنيفين مع السجناء فتصير فوضى اكثر. في اشياء كثيره في اللعبه، او خلينا نقول تفاصيل كثيره في اللعبه، وايضا في طور قصه فيها وموزع على 4 شباتر، وراح يكون فيها حماس فيها كثير. وايضا في طور اسمه الهروب، بحيث انك تحاول تهرب من السجن، انت واحد مسجون فيه وتحاول تهرب باكثر من طريقه، تحفر بالأرض، تعرف على سجناء، تحاول تصنع أسلحة، تسوي اللي تبغى. فتكون لعبة فرق عن لعبة البداية اللي هي أنك تصنع لك سجن، هنا لا، أنك تحاول تهرب منه. وهذه كانت القائمة الألعاب المجانية للبلايستيشن بلس وأيضا الأكس بوكس جولد لهذا الشهر. شكرا متابعة، مع السلامة.